عن كان في الباعة المرة اللي فاتت قلنا الجيورا المرة اللي فاتت الحاجات البيولوجي كانت شكلها ايه والفانكشن بتعمل ايه في الانسان والجيورا اللي بتوصفه في الانسان وليه هو بتاع ارتفيشال والقصة دي كلها بحيث ان هي تبدا تشتغل كاي كنترولر او كبريدكشن. النهارده احنا بقى نشتغل في الموديل نفسه اللي احنا قلنا عليه خلاص قلنا ان اي نيرون عملوا له الموديل بتاعه وقلنا الشكل بتاعه المرة اللي فاتت فنبدا بقى نشتغل بقى شغل النيورال كارتفيشال مش كبيولوجي زي ما انا فاهم. فاول حاجه هنتعرف عليها حاجه اسمها البرسيبتور. البرسيبتور ده اللي هو 1 نيورون يعني هو نيورون واحد. واحنا قلنا المره اللي فاتت النيورون الواحد هو عباره عن عمليه سميشن بالشكل ده كده داخلين لها الانبوتس اللي هي الاكس 1 الاكس 2 مثلا الاكس 3 ده الانبوتس بتاعتك بالشكل ده كده وكل انبوت بلوك بيت بتاعه اللي هي كانت هناك حاجه اسمها سينابتيك ويندز اللي هي كانت بتحصل لها لا اما انفايرنج لا اما انهبشن لما يحصل اكتيفيشن للنيورون لما يحصل دي اكتيفيشن للنيورون تمام. فقلنا في الموديل بتاعي ده اثنين عباره عن وين ده دبليو وهذا ده كله انبوت والوين بتاعه وقلنا كل ده هيتجمع على بعضه كبرودكت تمام. وقلنا لو البرودكت ده كان بوزيتيف فمعناها ان حصل اكتيفيشن للنيورون ولو كان نيجاتيف معناها ان حصل انهبشن للنيورون يعني معناها ان لو القيمه بتاعتك كانت اكبر من 3 شهور معناها ان حصل اكتيفيشن او انفايرنج ولو القيمه بتاعتك كانت اقل من 3 شهور فمعناها ان حصل انهبشن يعني معناها يا اما النيورون اشتغل يا اما النيورون ما اشتغلش تمام كده. وبالتالي فانا هنا الفانكشن بتاعتي بقى هنعمل بقى القصه بتاعتنا فهي مش شرط تكون 3 شهور يعني مش شرط ان الفانكشن اللي انا هطبقها هنا اللي هي تي يو اللي هي 3 شهور بروجكت يونت يعني لا ده انا ممكن اطبقها اف اوف نت بقى واسمي ده النت بتاعك حيث ان النت ده هو البرودكت ويبقى الفانكشن اللي هنا تبقى عباره عن اف اوف نت والاف اوف نت بقى ممكن تكون تي يو او مش تي يو على حسب بقى انواع الفانكشن اللي هناخدها كمان شويه. طيب مين النت ده؟ النت ده اللي هو البرودكت بتاعك اللي احنا قلنا بجيب البرودكت اللي هو عباره كل انبوت يتضرب في الويت بتاعه اللي هو ده في ده بلس ده في ده بلس ده في ده. طب الويتس دي هرقمها ازاي؟ الناس اتفقوا على ستاندرد للترقيم بتاع الويتس فقالوا ان اي دبليو اللي انت عايز ترقمها فبتاخد رقم النيرون ورقم الانبوت اللي جاي منه. فانا ما عنديش غير نيرون واحد اي نيرون عباره عن عمليه سميشن وفانكشن تمام كده؟ فده نيرون اهو هذا نيرون ان واحد ده نيرون اولاني. يبقى الويت دي رحل النيرون واحد وجاء من الانبوت اثنين يبقى ده واحد اثنين وده الويت دي رحل النيرون رقم واحد وجاء من الانبوت رقم ثلاثه يبقى اي ويت الستاندرد بتاعت الترقيم بتاعها تمام هيبقى عباره عن دبليو النيرون اللي رحلها الانبوت اللي جاء منه. وصل كده؟ طيب وده كده يبقى ده الريسبتور اللي هو نيرون واحد. طيب النيرون الواحد ده خلاص يبقى قلنا هيحصل عندك يبقى النيرون الواحد ده كل اللي عليه خلاص ان عندي سبميشن وعندي اف اوف نت هتتم على النت اللي انت حسب اللي انت جبتها فيه فيها البرودكت وبعد كده تروح تطلع لك الاول بتاع النيرون ده. طيب ده كده كان نيرون واحد. انما لو انا عندي بقى نتورك بقى من النيرونز بتاعتي فهضطر ان انا هعمل نيورال نتورك يعني معناها عندي اكتر من نيرون يبقى ادى انبوتس داخل اكس 1 اكس 2 مثلا اكس 3 ده عدد الانبوتس بتاعتك وايفر عدد الانبوتس عباره عن ايه. عندك مجموعه من النيورونز اللي موجوده هنا ممكن يبقى في هنا نيرون 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 طبعا ده هو كان ده نيرون اللي هو عباره عن سبشن وفانكشن عموما يعني. وبعد كده ممكن ندخل على مجموعه من النيورونز ثانيه وتفر العدد بتاعها كام تدخل على نيورونز ثانيه وتفر العدد بتاعها كام تدخل على نيورونز ثانيه اي حاجه. فده الانبوتس ده داخل النيورونز دي اداه والانبوتس ده اهو وده نفس القصه اهي. كل اللي انا اعرفه كنيورال نتورك اقدر اعرفه عدد الانبوتس كام ده اقدر اجيبها لك واقدر اجيب لك عدد الاوتبوتس كام. طب واللي جوه ده انت اللي بتعمله يعني انا اللي بعمله يعني ده عباره عن لير ودي عباره عن لير ودي عباره عن لير ودي برضه لير والانبوتس نفسها اصلا لير فانا اقدر اقول لك عدد الانبوتس بتاعتك كام اللي هي اللير انبوت ده يبقى ده الانبوت لير والنهايه دي الاوتبوت لير في اي ابلكيشن
عشان اقدر اجيب لك اي انا بعمل اي حاجه بعمل كنترول على اي سيستم في اي سيستم عارف الانبوتس بتاعته ايه وعارف الاوتبوتس المفروض يطلع عباره عن ايه عدد الانبوت كام وعدد الاوتبوت كام فانا اقدر اجيب لك عدد الانبوتس اللي هي واقدر اجيب لك عدد النيورونز اللي في الاوتبوت لين يبقى ده في الاوتبوت لين بتاعي طب اللي ما بين الانبوت لير والاوتبوت لير ده عباره عن ايه ده عباره عن الهيد لين طب عدد الهيدن لاير كام؟ ما اعرفش، طب عدد النيورون في كل هيدن لاير كام؟ ما اعرفش برضه. فالاركتكشر بتاع النيورون انا بعملها اصلا اجتهادي، يعني انا بعمل اجتهادي عدد الهيدن لاير وعدد النيورونز في كل هيدن في كل لاير طب ولما اجي اعمل تريننج؟ على حسب التريننج، اما الاركتكشر اللي انا عملته او الاستراكشر اللي انا عملته ده يبقى انا اكسبت بيه او ان انا هضطر ان انا اعدل في الاستراكشر بتاعي، على حسب انت شغال في التريننج. كل ما بزود في الهيدن لاير كل ما يبقى احسن بس مشكلته ان البروسيس بتاعتك تبقى اطول. وبالتالي فانا ما ينفعش ان انا ازود في هيدن لاير والبروسيس بتاعتي تبقى بطيئه، ما اصل البروسيس بتاعتي بطيئه معناها ان الاكشن بتاعي هيبقى بطيء، وبالتالي فبعض الابلكيشن انا محتاج اكشن سريع، وبالتالي فالبروس او الريسبونس بتاعي من النتورك بتاعتك لما يبقى بطيء يبقى مشكله بالنسبه لي. وبالتالي مش هقعد ازود في الهيدن لاير كده على الفاضي. لا ده هتفرض انت استراكشر معين هتفرض مثلا انت عندك اثنين هيدن لاير مثلا واحد فيها ثلاثه نيرون وواحد فيها اثنين نيرون وتبدا تعمل تريننج جمعت الداتا سيت بتاعتك اللي هي الانبوتس بتاعتك وعارف الاوتبوت بتاعك المفروض يطلع ايه وعايز تشتغل تعمل تريننج لقيت الايرور بتاعك بعد ما عملت تريننج عندك سي وليكن عملت مثلا 1000 مره تريننج قعدت تدخل الانبوتس دي 1000 مره للنيورونز دي عشان تشتغل لقيت ان الايرور بتاعك ده انت مش اكسبت بيه، الايرور بتاعك كبير. طيب هل الايرور بتاعك كان بيفضل ينزل 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 وبعد كده لما خلصت التريننج وقف كده عند المكان ده ولا الايرور اصلا كان ثابت عند قيمه معينه وبعد كده ما عادش لسه وبعد كده ما عادش بينزل؟ لو الايرور بتاعك كان لسه بيفضل يتغير معناها ان النتورك بتاعتك دي محتاجه ليرننج اكتر. انما لو كان الايرور بتاعك ثبت عند قيمه معينه وبعد كده بقى بيتغير ببطء جدا معناها النتورك ده بيقول لك ده اخف الايرور بتاعك انا خلاص ما عادش جاي ما عادش حاجه اكتر من كده. عامل بالظبط زي مثلا لو جبت طالب مثلا وقلت له مثلا هايله قانون وبدات اديله شويه امثله. كل ما بديله امثله هل الطالب ده بيتعلم وبيبقى البرفورمانس بتاعه احسن واللي وصل لقيمه معينه كده وخلاص ما عادش بيكتسب اي تعليم، هو وصل للبرفورمانس ده وبعد كده ما عادش بيتعلم خلاص مهما اديت له مهما اديت له امثله هو خلاص هو مخه وقف لحد كده. فبرضه نفس القصه هنا فلو مخه وقف لحد كده معناه ان انا لازم اغير الاستراكشر بتاعت النتورك وبالتالي فانا لازم ازود عدد الهيدن لاير او ان انا ازود عدد النيورون في اللاير او ان انا اشيل نيورون، يعني على حسب بقى هتقعد تعمل القصه دي، اصل كده؟ وبالتالي فالشغل بتاع الليرننج بتاع النيورال مقرف للغايه. وصلت؟ يبقى مشكله النيورال بتاعتك ان هي الليرننج بتاعها بيبقى ياخد وقت طويل جدا. ممكن تسيب الجهاز بتاعك يفضل يعمل ليرننج مثلا ثلاث ايام وفي النهايه الليرننج بتاعك باظ. بقت شغال ليرننج 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 وبعد ما خلص عدد الستبس بتاعته لقيت ان الايرور بتاعه كبير وانت مش اكسبت بيه. فهتضطر ان انت يا اما تزود التريننج على حسب لو لقيت الايرور لسه بينزل يا اما ان انت تغير في الاستراكشر بتاع النور نفسه. مفيش قوانين عندي بتقول عدد الهيدن لاير كام ولا عدد النيورون في الهيدن لاير كام، مفيش قوانين ثابته الحاجات دي. كل اللي اعرفه عندك كابلكيشن عدد الانبوت كام اللي داخل السيستم وانا هطلع كام اوت من السيستم، ده اي سيستم انا اعرفه، تمام كده؟ وصلت؟ يبقى ده مشكله النور. لو انت الانبوتس بتاعتك دي متوصله كلها بالنيورونز زي ما انا عاملها دي فبنسميها ده فولي كونكتد، يعني كل انبوت متوصل بالنيورونز اللي وراه وكل نيورون متوصل بالنيورونز اللي وراه وبالشكل ده كده، فكلها فولي كونكتد يعني كل واحد ده وراه. انما لو لقيت مثلا حاجه زي دي كده الانبوتس ده مش متوصل بهنا وده مثلا مش متوصل بدي وده مش متوصل بدي فدي بارشال كونكتد، ان في نيورونز مش متوصله بنيورونز ثانيه او في انبوتس مش متوصله بنيورونز ثانيه. وصل كده؟ مش معناها في فرق ما بين ان هي متوصله او الويت بزيرو وفي فرق ان اصلا مش متوصله. يعني لو ده متوصل بده والويت هنا بزيرو ده متوصل بس الويت بزيرو هو اي نعم كشغل نفس اللي مش متوصله بس لما تيجي تعمل بقى تريننج الويت دي هتبدا تتعب لان معناها التريننج يعني ايه تريننج؟ تريننج معناها ان انا عايز اوصل لقيمه الويتس دي كلها
اللي اتحقق ان لما دخل الانبوت الفلاني الاوتبوت ده لازم يطلع، ولما دخل الانبوت الثاني لازم الاوتبوت بتاعه يطلع، ولما دخل الانبوت الثالث لازم الاوتبوت يطلع. يبقى كل اللي انا بظبطه هي عباره عن الفري بارامتر. الفري بارامتر هي الويتس اللي عندي، الويتس اللي هي اللي موجوده دي كلها. وصل كده؟ يبقى عايز اوصل لقيمه فاينل ويت بحيث ان لما ادخل الانبوت رقم واحد يطلع لي الاوتبوت بتاعه، ولما ادخل الانبوت رقم اثنين يطلع لي الاوتبوت بتاعه، ولما ادخل الانبوت رقم ثلاثه يطلع لي الاوتبوت بتاعه. انبوت مش معناها ان ده انبوت واحد وده انبوت اثنين وده انبوت ثلاثه، لا، انبوت واحد ان انا ادخل رقم اللي هي الستبس اللي هي معناها الداتا سيت رقم واحد. يعني ايه؟ يعني مثلا انا مثلا عايز اعمل بريدكت مثلا باسعار الشقق مثلا. عشان اعمل اسعار الشقق والقصه دي، فانا اول حاجه مثلا هجيب المكان، مكان الشقه دي فين؟ طب هي في الطابق كام؟ طب هي مثلا المساحه كام؟ وافضل ماشي بالشكل ده كده، تمام كده؟ اللي انا عملته ده عباره عن مين؟ ده الداتا سيت صح؟ لما دخل الداتا سيت الاولانيه اللي هو الانبوت رقم واحد ده اللي هو مكان مثلا الفرنهايت جنب، وهي في الطابق رقم ثلاثة بس، والمساحة بتاعتها سوا ده كنت 200 متر، فده الانبوت رقم واحد. صف يعني؟ ايه؟ صف يعني؟ يعني ايه صف؟ صف من الانبوتس بتاعتك، يعني كأن الانبوتس بتاعتك داخلة بالشكل كده، اهي. ادي الاوت المفروض هنا يطلع اللي هو السعر بتاعها، تمام؟ وتبدأ تدخل البارامترز بتاعتها. لما دخل انبوت رقم واحد ده تمام، فالسعر المفروض يبقى كام؟ دخل انبوت رقم اثنين المفروض سعر كام؟ ثلاثه، سعر كام؟ واحد. وصل كده؟ طيب فالمفروض انا عايز اوصل للفاينل ويت بقى اللي كل ما دخل العنصر ما دخلها الانبوتس الاولاني تطلع لي السعر بتاعها. دخلناها الثاني تطلع لي السعر بتاعها، دخلناها الثالث تطلع لي السعر بتاعها، دخلناها الرابع تطلع لي السعر بتاعها ومفيش اي ايرور عندك، او لو في ايرور فانت اكسبت دي. وصل كده؟ فالمفروض عايز اوصل للفاينل ويت، تمام كده؟ يبقى ده اللي هو المفروض بتاع التريك ده، يعني كل اللي عليا ان انا محتاج الويتس. طيب تعالى نرجع تاني بقى للنيرون الواحد ده. طبعا قبل ما نرجع للنيرون الواحد تعالى نشوف الاستراكشر بتاع النيرون ده. احنا قلنا خلاص لو كلهم متوصلين ببعض فبنسميها دايفر كونكت. لو بعض النيرونز مش متوصله بالثانيه او انبوتس مش متوصله بالنيرون الثانيه فبنسميها بارشل كونكت. طيب لو هي شغاله فورورد بالشكل ده كده، يعني الانبوتس دي متوصله بالنيورون دي والنيورون دي متوصله بدي والنيورون دي متوصله بدي، فده بنسميها يوني دايركشن. اللي هو واخده من الانبوت راح لمين؟ راح للاوتبوت. معناها يعني ايه يوني دايركشن؟ يعني معناها ستاتيك. يعني ايه معناها ستاتيك؟ يعني معناها ان هي مش محتاجه نيورون، يعني معناها ان هي ما عندهاش فيدباك. وصل كده؟ معناها ان هي فيد فورورد. يبقى لو هي متوصله كده فمعناها فيد فورورد يوني دايركشن، تمام؟ ستاتيك نيورون. انما لو لقيت انبوت النيرون ده راجع تاني يدخل نفسه، او خارج النيرون ده راجع تاني يدخل كانبوت النيرون ده، او النيرون ده راجع تاني يدخل كانبوت المرحله دي، يعني معناها ده مين؟ في فيدباك اهو صح؟ وطالما فيدباك يعني انت بتشتغل في التايم صح كده؟ ان الاوتبوت اللي عندك ده هيرجع تاني يخش تاني في وقت تاني بعد كده، وبالتالي فده عباره عن دايناميك. وطالما دايناميك يعني معناها ان هي تانيين فيدباك، فبنسميها حاجه اسمها الريكفر. يعني النتورك دي ما هياش فورورد، ده اسمها ايه؟ ريكفر كده. وصل كده؟ اللي هي دايناميك، يعني معناها ان في عندك فيدباك. الانبوتس اللي طالع لازم ترجعه تاني يدخل كانبوتس اللي طالع. ساعات بحتاجه قوي في الكنترول، يعني مثلا رسالة صغير كده على حاجات بتاعت الكنترول، لو انت عندك سي وليكن بيس ويندو مثلا او اي ويندو مثلا. وانت بتتحكم في السرعه بتاعته. سي مثلا السرعه بتاعته مش شكل اساسا. ولو حصل عندك فولت دروب فالفولت فبيأثر على مين؟ على السرعه، يعني سي عند التايم ده كده، ده التايم اهو، عند الزمن ده حصل دروب للفولت، فلما حصل دروب للفولت هنا اصبح مين؟ السرعه بتاعت الموتور هتنزل صح؟ فهتنزل السرعه بتاعت الموتور بالشكل ده كده. على حسب بقى لو دروب نزل جامد، على حسب اما السيستم بقى خلاص يبقى اون ستيبل، او ان هو يرجع تاني بس سرعته مش ترجع زي الاول. فكل اللي عليا ان انا عايز اشوف سرعه الموتور بتاعي، سرعه الموتور قبل ما يحصل الدروب ده كانت قيمتها كام؟ وصل كده؟ طب وبعد ما حصل الدروب كانت قيمتها كام؟ فكان السرعه اللي قبل الدروب دي هي اللي كانت طالعه في الاول. لما حصل دروب فرجعت مين؟ رجعت تاني بالشكل كده، يعني كان بقارن السرعه القديمه وبدخلها تاني من جديد. وصل كده؟ فتخش معايا في الحسابات بحيث لو حصل اي دروب زي ده تقدر مين؟ تعالج المشكله بتاعت الدروب ده وتلاقيها مش
بعمل شكل كده وراح رجعت لو كانه ما تاثرش بالدروب اللي حصل. ليه؟ لان انا عندي الداتا القديمه اللي قبل ما تحصل الدروب بتاعها، ان كل مره عندي الداتا اللي قبل كده. كل ما اشتغل يعني زي مثلا ممكن اشتغل عند تي او اس 1 لو هاجي المرحله اللي قبليه، او تي او اس 2 او تي او اس 3 على حسب بقى عدد مين انت راجع منين، راجع من تي او اس 1 ولا تي او اس 2 ولا تي او اس 3. وصل كده؟ لان ده ستيب 1 2 3 4 مراحل اللي انت من الانتقال بتاع الشكل ده. يبقى ده كده اللي هي النتورك بتاعي. يبقى عندي نوعين من النتورك بتاعتك، اما تبقى فيد فورورد او اما يبقى فيها مين؟ ريكارنت عامل، اما تبقى يوني دايركشن او اما تبقى ريكارنت عامل. فيد فورورد معناها ان هي ستاتيك مش محتاجه ميموري، اصل ده محتاج ميموري عشان تحط الداتا بتاعتك اللي قبل كده. لازم مين؟ لازم ميموري عشان تبدا تحطها تشتغل دايناميك عامل، وبالتالي يبقى ده اسمها ريكارنت. وصل كده؟ طيب نرجع تاني للسيكتور بتاع اللي هو ده. سيبك بقى من النتورك دي، هناخدها قدام شويه اللي هو انت تشتغل على اكتر من بيئه مختصه من دي. خلينا في الصغير ده دلوقتي. نرجع للنيورون الواحد ده. النيورون الواحد ده قلت لك خلاص اي نيورون عندك، هذا الانبوت وهذا الويتس بتاعتي وهذا النت اللي هو خارج البرودكت بتاعك، وبطبع عليه فانكشن اف اوف نت. مش شرط ده تكون تي يو، هتشوف دلوقتي انواع الاف اوف نت ده. بس لما اجي اشوف النت بتاعي لان النت بتاعك قلت لك النت بتاعك ده عباره عن ايه؟ عباره عن داف 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 داف، صح كده؟ كل الانبوتس بتاعتك تتضرب في مين؟ في الويتس بتاعه اللي هو الكورسبوند الويتس بتاعه. يعني معناها ان النت ده بتساوي الاكس واحد تتضرب في الدال واحد واحد، بلس الاكس اتنين تتضرب في الدال واحد اتنين، بلس الاكس ثلاثه تتضرب في الدال واحد ثلاثه. يعني معناها ان انا ممكن احطها لك على صوره كده، احطها دال واحد واحد، دال واحد اتنين، دال واحد ثلاثه، مضروبه في اكس واحد، اكس اتنين، اكس ثلاثه. يعني ممكن احطها لك على صوره سميشن للدبليو ترانسبوز مضروبه في الاكس. ايوه الدبليو ترانسبوز اهي مضروبه في الاكس. او ان انا احطها لك على هيئه فيكتور، اقول لك دبليو ترانسبوز كفيكتور مضروبه في الاكس كفيكتور. دبليو ترانسبوز في الاكس. يبقى دي كل صور عندك للنت. يبقى النت بتاعك عباره عن انبوت تضرب في الكورسبوند ويجي مع بعض برودكت عندك. وصل كده؟ يبقى ده النت بتاعك. لو جيت تشوف المعادله دي، المعادله دي لازم تمر بوث الاصل. المعادله دي على الاكس اكسس بتاعتك، لو انا عندي اكس 1 واكس 2 بس عشان يبقى شايفينها، هتلاقيها بتمر النقطه الاصل. لا اكس 1 ولا اكس 2 هتلاقيها لازم تمر النقطه الاصل. يعني لو فرضنا المعادله بتاعتك هي دي بس كده، على اكس 1 واكس 2 بس، هتلاقي ان المعادله دي لازم تمر النقطه الاصل. يعني ايه معادله تمر النقطه الاصل؟ يعني النيرون ده هيعمل خط مستقيم هيمر النقطه الاصل. يعني معناها ان الخط المستقيم بتاع اكس 1 دبليو 1 بلس اكس 2 دبليو 2 هيبقى خط مستقيم لازم يمر النقطه الاصل، اما كده اما كده، على حسب شكله بقى، على حسب الميل بتاعه شكله ايه. وصلت كده؟ وبالتالي فالخط او النيرون ده لو انا بشغلها ككلاسيفاير ويشتغل ككلاستر يبدا يفصل ما بين كلاسترز وبعضها، معناها ان لازم الخط بتاعك يمر النقطه الاصل. هو ده ينفع؟ هو عشان لازم اعمل كلاسيفيكيشن او اعمل كلاستر او ابدا اقسم ما بين كلاستر وبعضها لازم الخط يمر النقطه الاصل؟ مش شرط. يعني ايه مش شرط؟ يعني انا افرض مثلا انا عندي شغلتها في شغل بقى الايمج والقصه من دي كلاستر، ولقيت مثلا ادى باترن هنا بالشكل ده كده، وباترن ثانيه شبه بعضها، الفيتشرز بتاعتها شبه بعضها هنا كده، وانا عايز نيرون يفصل ما بين الكلاس وما بين الكلاس، اعملها ازاي؟ لو بالشكل ده كده معناها ان الخط اللي انا هعمله النيرون اللي هيتعمل لازم يمر نقطه اصلا، لازم يمر نقطه اصلا. ونقطه الاصل ده اصلا داخل في قلب مين؟ في قلب الكلاس بتاعي. وبالتالي ده انا محتاج خط اصلا بعيد يتشفت عن مين؟ عن نقطه الاصل. خط زي ده كده، الخط ده يبدا يفصل ما بين مين؟ ما بين الكلاس ده والكلاس ده، او الكلاستر دي والكلاستر. وصل كده؟ طيب هشفته ازاي؟ فنضطر ان احنا نزود حاجه اسمها البايس. ايه بقى البايس ده؟ البايس بتاعي ده هو عباره عن نفس الويت بتاعي، تمام؟ يعني هو برضه 3 بارامتر هيتعدل، بس الانبوت بتاعه اما يبقى بواحد او سالب واحد. دي الانبوت بتاعت السيستم الاصليه. انما البايس ده هي عباره عن الانبوت بتاعه اما يبقى بواحد او اما سالب واحد. طب وظيفته ايه؟ يبدا يعمل ترانسفير للخط بتاعك من نقطه مين؟
من نقطة أصل إما يطلعوا لفوق أو ينزلوا لتحت على حسب أنت مهتم فيه. وصل كده؟ يبقى ده هنزود على النيورال بتاع التاك كلاس الانبوت بتاعه سالب فيكسل اما يبقى واحد او سالب واحد ده الاكتيفيشن بتاعه ووظيفته ان هو يعمل ترانسفير للخط بتاع النيورون عن مين؟ عن نقطه الاصل بتاعك. وصل كده؟ وبرضه في بارامتر يعني برضه هيتعدل زي الويت برضه هناخدها بعد كده في التريننج بقى واحنا شغالين تعديلات في التريننج وازاي اعمل تريننج للنيورال بتاعتي بس قدام شويه بنخش في التريننج. وصل كده فيها مشكله؟ يبقى ده بس ده. وبالتالي فاصبحت النت بتاعك اصبح هنا بلس مين؟ بلس البي او هي اللي هو انا عاملها بالبلس دي يبقى بلس البي. وهنا يبقى اصبحت بلس البي. وهنا يبقى اصبحت بلس البي. وهنا يبقى اصبحت بلس البي لو كان في عندك بلس. لو انت احتجته يعني. وصل الكلام؟ طيب تعال نبدا بقى نشوف ايه بقى الاف اوف نت كبير. او نوع الفانكشن اللي احنا هنبدا نشتغل فيه. بس بقى تركز كده في الانواع بتاع الفانكشن دي لان دي اللي هنشتغل عليها طول السنه او شويه. نبدا نشوف كده الاكتيفيشن فانكشن هيبقى شغال ازاي. ادي الاكتيفيشن فانكشن اهي. عندي كذا اول نوع عندي عندي حاجه اسمها البايب وفي عندي نوع اسمه الكونتنت وفي عندي نوع اسمه اللينير وفي عندي التيبي. تعال نشوف الانواع دي كلها. الباينري ده ساعات بنسميه ديسكري تمام كده؟ له نوعين له نوع اسمه يونيبولر باينري ونوع تاني اسمه البايبولر باينري والكونتينوس نفس النوعين في يونيبولر كونتينوس وفي بايبولر كونتينوس واللينر ده هنشوفه والتيم دي هنشوفه. دكتور هو الباينري الباينري ايه؟ ايه؟ باينري يا يعني باينري يا حاجة سكريبت. يبقى عندي يونيبولر باينري وبايبولر باينري ويونيبولر كونتينوس وبايبولر كونتينوس وعندي اللينير وعندي التيم. اليونيبولر باينري والبايبولر باينري ده ساعات بنسميه ده ساين. ليه اصلها ساين يعني؟ بس الموضوع ده ليس شيئا على طول. تمام كده؟ ايه ساين؟ هنشوفها دلوقتي ليه اصلا اللي بنقول عليها ساين. لما تيجي تشوف الفانكشن بتاع اليونيبولر باينري هتطلع الاوتبوت ازاي؟ انا عندي دلوقتي النت ده اللي هو ان اكسبت الدبليو 1. تمام انا هطلع الاوتبوت ازاي؟ قال لك الاوتبوت في اليونيبولر باينري ده هيساوي حاجه من اثنين. يا اما واحد يا اما زيرو. هو اسمه باينري. باينري يعني ايه؟ يعني لا 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 تقول فولس. هو هيطلع لو واحد بقى طلع صفر، طب امتى يطلع واحد؟ لو النت بتاعي كان اكبر من او بيساوي الصفر. يطلع واحد، طب ولو النت بتاعك كان اصغر من الصفر فيطلع كام؟ فيطلع صفر. وبالتالي فالاوتبوت بتاعك حاجه من اثنين، يا اما واحد يا اما مين؟ يا اما صفر، ده ده مفيش حاجه غير كده. البايبولر باينري قال لك لا ده الاوتبوت بتاعي حاجه من مين برضه؟ لو واحد ده سالب واحد ما هو كده كده اصلا باينري، بس لو واحد ده مين؟ ده سالب واحد، واحد امتى؟ لو النت بتاعك كان اكبر من او بيساوي صفر، وده لو النت بتاعك اصغر من صفر، يعني الفرق ما بين صفر وسالب واحد بس، فده بيطلع صفر او واحد، ده بيطلع سالب واحد او واحد. ده برضه نفس القصه اللي هو بتاعه يا اما سالب واحد يا اما واحد. تمام كده؟ ده بقى بنسميه جبل ساين، ساين ليه؟ اصل لو رقم موجب هيطلع لك واحد، لو رقم سالب هيطلع لك النيجاتيف بتاعه ما هو يعني الاشاره بتاعتك هي موجبه ولا سالبه فبيطلع يا اما واحد يا اما سالب واحد او واحد او صفر عشان كده بنسميه دال صفر. وصل كده؟ ان هو بياخد الاشاره بتاع البروده بتاع النت بتاعه ان لو النت موجب يبقى انا هطلع واحد لو النت سالب يبقى انا هطلع سالب واحد ولو انا في اليونيبولر هطلع زيرو قبل السالب. اليونيبولر كونتينوس فاهم ده عشان اليونيبولر كونتينوس ده عباره ده اسمه كونتينوس كونتينوس يعني ايه يعني مش او ده مش ده او ده لا ده كونتينوس صح كده وبالتالي فالاوتبوت بتاعه هيبقى عباره عن فانكشن فالاوتبوت بتاعه بيساوي عباره عن واحد الكلام ده على واحد بلس اي اس سالب ضرب نت.
ده الماكسيم ويج. يبقى هو واحد على واحد بلس اي و سي سالب لامدا نت. النت ده اللي انت عارفه ده لامدا نت ده بنسميها الستيلس فاكتور. هتشوفها قدام تاثيرها ايه على الليرنينج نفسه. هل هي بتبطا في الليرنينج ولا بتسرع في الليرنينج وشكلها ايه؟ يعني اللامدا دي لما تكون كبيره ايه اللي هيحصل في الليرنينج ولما تكون صغيره ايه اللي هيحصل في الليرنينج؟ بس مش هتبان غير قدام شويه هتبدا تشتغل شغل ده. هسيبها دلوقتي. اللامدا دي عباره عن كونستنت. تمام كده؟ طيب لما تيجي تشوف القيمه بتاعتي الاوتبوت ده هيطلع بالكام كام؟ هو النت بتاعك قيمته بيبقى يا اما من اول سالب ما لنهايه لحد ما انتهى ياخد اي قيمه صح؟ لو انا حطيت النت بتاعي بسالب ما لنهايه الاوتبوت بيطلع بكام؟ واحد. لو ده سالب ما لنهايه واحد. يبقى سالب. لو ده سالب ما لا نهايه يبقى اي اس ما لا نهايه، اي اس ما لا نهايه ما لا نهايه اي حاجه عملها ايه؟ يبقى صفر. طب لو ولي اصلا بما لا نهايه يبقى اي اس سالب ما لا نهايه تدي لك صفر، يبقى واحد على واحد تدي لك واحد، يعني القيمه بتاعت دي هيطلع لك رقم ما بين صفر لحد الواحد. يعني هنا لما تيجي ترسم الرسمه بتاعت ده كده هتلاقي جايه بالشكل ده كده. رسمه اكسبوننشال شكل كده. عندي ما لا نهايه قيمتها بواحد. وعندي السالب من النهايه قيمتها بصفر. ادي النت اهو وادي الاول اللي طلع. ولو حطيت النت بتاعك بصفر هتلاقي ايه اس صفر ادي لك واحد يبقى واحد على اثنين فالنص هتلاقي هنا النص. لو كان النت بتاعك بصفر. يعني معناها ان الاول بتاعك هيطلع ما بين صفر وما بين الواحد. من دي لدي مش زي دي ده لا صفر ولا واحد خلاص مجموعه مش زي كده. انما دي فتره من صفر لحد كام؟ لحد الواحد. وصل كده؟ البايبولر كونتينرز تمام؟ دي ساعات بنسميها سيجمويد فانكشن عشان نبقى نشوفوها في الكتب، مش شرط ان انا اقول لك يونيبولر كونتينرز، لا ده انا ممكن اقول لك سيجمويد فانكشن. بس ساعات بتسمع كلمه سيجمويد ده معناها ان هي مين؟ اللي هي اليونيبولر كونتينرز. طيب البايبولر كونتينرز ساعات بنسميها الهايبربولي. تمام كده؟ الداله بتاعتها بقى ان الاوتبوت بتاعك بيساوي عباره عن 2 على 1 بلس كيو اس سالب لامدا نت. الكلام ده ناقص واحد او ان هي عباره عن واحد وسينوس سالب لامدا نت. الكلام ده على واحد براس سينوس سالب لامدا نت. يعني يا اما تستخدم القانون ده يا اما تستخدم القانون ده مش فارق يعني الحته دي ماشي والحته دي ماشي مش فارق. لما تيجي تشوف بقى لو انت حطيت النت هنا بسالب ما لا نهايه فيدي لك يعني ايه اس ما لا نهايه؟ فهتدي لك بما لا نهايه اي حاجه على ما لا نهايه بقت بصفر فهي القيمه بتاعتك تطلع لك سالب واحد. لما احط النت هنا بما لا نهايه بموجب يبقى اي اس سالب ما لا نهايه تدي لك زيرو يبقى 2 على الواحد تدي لك واحد سوري 2 على كام؟ طب 2 على الواحد هتدي لك 2 2 مقاس الواحد تدي لك كام؟ تدي لك واحد. يعني انا القيمه بتاعتك هتطلع من سالب واحد لحد الواحد. يعني رسمتها هتبقى في الشكل ده. لو حطيت النت بتاعك بصفر يبقى اي اس صفر تدي لك واحد يبقى 2 على 2 فهل واحد مقاس واحد فتدي لك صفر فتلاقي عند النت بصفر قيمتها بصفر. وهنا هيبقى الواحد وهنا يبقى سالب واحد. يعني انا عندي بتتراوح من السالب واحد لحد الواحد ده اللي هتكون فين؟ اللي هي التاني شيء. طيب اللينير ده هي معادله لينير. يعني ايه لينير؟ يعني اللي هيطلع هنا هيطلع هنا. يعني كان الاوتبوت بيساوي ده مفيش فانكشن يبقى كان الاوتبوت هنا بيساوي ده. العلاقه ما بين النت وما بين الاوتبوت علاقه لينير علاقه خط مستقيم. يعني معناها ان الاوتبوت هيساوي النت. وصل كده؟ طب الدي ان يو ثري شورت لوجيك يورت التي يعني في شورت لوجيك يورت على كده؟ يعني انت عندك فري شورت قيمه عندك انت هتبدا تكولب يعني معناها كان التي ليو جنرال كيس من الباينري. هو الباينري بيقارن بكام؟ لا هو هيقارن بالتي ليو. يعني له قيمه، القيمه دي بقى تبقى موجبه، تبقى سالبه، تبقى صفر، يعني معناها ان لو القيمه بتاعتك طبعا سواء اذا كان يونيبولر او بايبولر شبه الاثنين. يعني معناها ان هي هتقارن بقيمه تي ان يو. يعني معناها ان هي لو شغاله مثلا وليكن بايبولر
فلو النت بتاعك كان اكبر من او يساوي تي ام يو معناه الناتج واحد، ولو النت بتاعك كان اصغر من التي ام يو فمعناه الناتج بيساوي واحد او بصفر يعني، يعني ده او صفر يعني حسب التشكيل. وصل كده؟ والتي ام يو ده كونستنت يعني ايه كونستنت؟ يعني ممكن يبقى 5 ممكن يبقى سالب 6 8 20 على حسب مين؟ الكوره بتاعت التي ام يو. يبقى انت ما بتقارنش بصفر، يبقى كان دي جنرال كيس من الباينري نفسه. الباينري لازم بقارن بصفر، انما التي ام يو بقارن بقيمه التي ام يو على قيمه التي ام يو شرطه عندي. وصل كده؟ فكل ده الانواع بتاع الفانكشن اللي انا هقدر استخدمها. طبعا في التريننج هتلاقي فانكشن تنفع تشتغل وفانكشن ما تنفعش تشتغل، فانكشن تطلع توصل للاوت، فانكشن ما توصلش الاوت، فانكشن التريننج فيها بطيء بس توصل للبرفورمانس اعلى وقصه دي، فكل ده بقى وقت التريننج. ان الحاجات اللي بتشتغل الرولز اللي طلعت عشان تعمل تريننج كل واحد بدا يطلع رولز. يعني مثلا واحد قال لك انا مثلا هشتغل بميل المنس عشان يعمل يوصل للهدف بتاعه ويوصل للفاينل ويت بتاعه اللي هو الجول بتاعه، فقال لك انا هاخد مين المنس؟ مين المنس ايه؟ ان اقصر طريق يوصلك من نقطه لنقطه ثانيه مين المنس، صح؟ كده رياضه؟ لما يقول لك هات المينيمم ديستنس فتروح تفاضل المعادله وتساويها بصفر؟ فانت بتفاضل المعادله ان انت بتجيب الميل بتاع المنس بتاعك، فعشان افاضل المعادله هو في هنا معادله تنفع تتفاضل؟ ايه؟ يبقى الكونتينوس يبقى غصب عنه يبقى اشتغل على الكونتينوس بس. يعني الفانكشن بتاعت الرولز اللي هي هتشتغل بالتفاضل غصب عنه يا اما كونتينوس يا اما ليه. انما دي ما ينفعش تتفاضل. مفيش فانكشن اصلا لا هي لا لا مفيش فانكشن فاضله. ان انا بفاضل بالنسبه لمين؟ للوي وصل كده؟ يبقى دي اللي ينفع يتفاضل. او اللينير يعني. انما تي ام يو او ماينر ما ينفعش. وصل كده؟ فهنشوف بعد كده على حسب كل واحد بدا يطلع ازاي هعمل تلين القصه. نبدا بقى نشوف بقى اقل حاجه احنا عايزين نعرفها ازاي اعمل اللوجيك جيتس. اقل حاجه عايز اعمل امبلمنت لاي لوجيك جيتس، عايز اعمل الان، عايز اعمل دور، عايز اعمل اكس فور، اي فانكشن عايز اعمل اكس واحد كومبلمنت اكس اثنين اكس ثلاثه كومبلمنت، اي حاجه من الحاجات دي. تمام كده؟ يبقى ده اول حاجه خلاص انزو بقى الفانكشن دي. كل الشغل بتاعنا هنشتغل على اللوجيك جيتس، وطالما هشتغل على اللوجيك يعني اللوجيك بتاعي عباره عن ايه؟ صفر يا واحد يبقى هشتغل على اليونيبولر بقى. وصلت كده؟ ان هي اصلا لوجيك جيتس كده؟ تعالى نعمل الاند بس. عمليه الاند. انا عندي مثلا وليكن اكس واحد اند مع الاكس واحد. انا لو من البدايه بيساوي كده. انا عايز اعمل نيورال تعمل قسم. لو انت بتعمل عمليه واحده بس فده محتاج نيورون واحد بس، هو نيورون واحد يكفي ان هو يعمل عمليه. عندك عمليتين يبقى محتاج مين؟ نيورين. طيب ده عمليه اند ولا عمليه اند وبور ولا عمليه ايه؟ اند. يبقى نيورون واحد يقدر يعمل لك عمليه اند. طب تعالى عملية الاند ده يبقى ده اكس واحد وادى اكس اثنين وادى النيورون. افرض النيورون سبميشن بالثري شورت بتاعته هيبقى نفس الشكل ده كده على طول، يعني مش هقعد اعمل نفس سبميشن وبعد كده تي ام يو قصه دي، واحط قيمه التي ام يو هنا على طول. تمام كده؟ والاوتبوتس بتاعي هو ده اللي ده المفروض نو واي وده المفروض نو واي. كل اللي عليا ان انا الدبليو هنا بكام؟ الدبليو هنا بكام؟ والتي ام يو هنا بكام عشان تعمل لي عمليه. وصل كده؟ يلا بلاش الله يكرمك. تيجي يوسف بعد خش الوزن بقى حاجة واحد وحايد واحد والاكس والاكس اثنين ديت وحايد صح؟ فهي لما تتضرب في حاجة تبقى اكبر من صفر. سيب على فكرة هو فكرة صح. هو الاصل ان انا هاجي اكس واحد اكس اثنين زي ما جريبه كده احطه قدام الاحتمالات بتاعت الاكسات كلها، وانا عايز اظبط ده في ده بلس ده في ده في حاله لما يكون عمليه ان بتطلع واحد عايز اظبط في شروط ده، يعني احتاج دي ودي ودي عشان اطبق ان في عمليه الان بتطلع واحد. يعني ايه عمليه؟ يعني الاول بتاع الان هنا هيبقى كان المفروض ايه؟ ده الوحيد اللي يبقى بواحد صح؟ فانا عايز اقيم دي ودي ودي عشان اطلع دي واحد بس في حاله لما يبقوا الاثنين واحد.
ان لما اضرب ده في ده بلس ده في ده هي الحاله الوحيده اللي هتبقى اكبر من القيمه اللي انا اول سويها. لما يبقوا الاكسبت وصلت؟ فمن اصل الشغل ان انا اقعد افكر زي كده اللي هو اعمل لو صفرين الويت لو فرضناه كذا طب ما فيش شغل روح اعملها كذا ابدا يجرب تيست هو تقدر انت بتعمل مين؟ تيست كل شويه نفعت خلاص يبقى اخش على اللي بعدها نفعت الكيس اللي بعدها اخش على اللي بعدها طب لو فشلت الثانيه غير الفرد اللي انت فرضته لان انت قاعد بتعمل تريننج صح؟ تفرض فرد في الاول انيشال ويت تمام؟ وبعد ما تفرض الانيشال ويت تبدا مين؟ تعمل تريننج صح؟ وتبدا تشتغل التريننج اللي اشتغل لحد النهايه تمام ما اشتغلش يبقى الانيشال ويت دي المفروض مين تتعامل؟ بس عشان هي لوجيك جيت فانا اقول لك طريقه تطلعها بسهوله كده. بص كده هو الاكس ده هو انت عايزه زي ما هو ولا كومبلمنت؟ الاكس واحد ده انت عايزه زي ما هو ولا كومبلمنت ده؟ حط واحد هنا كويت وحط الثري شورت بتاعه واحد. طب والاكس اثنين عايزه زي ما هو ولا كومبلمنت؟ زي ما هو حط واحد هنا وحط واحد هنا. طب انا عايز اثنين دول توتال. هي انت بتعمل عمليه اند ولا اور؟ اند. جمع الاثنين ثري شورت. ويبقى ده التوتال او بدل ما تحط واحد 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 حط اثنين اثنين يعني كان ممكن احط اثنين هنا واثنين هنا واثنين هنا واثنين هنا اشتغل بس خلينا نمشي على واحد عايز تتاكد ان دي بتطبق دي تعال اكتب انا اكس واحد وانا اكس اثنين اهي اعمل الاحتمالات بتاعتها اهي طلع له قيمه النت النت بتاعك بكام؟ النت ده بده ولا ده بده؟ يطلع بكام؟ اكس واحد في واحد بلس اكس اثنين في واحد يعني عباره عن اكس واحد كام بلس اكس اثنين جمع ده زائد ده ده زائد ده ده زائد ده ده زائد ده وصلت؟ هات لي بقى الاول بقى بتاعك الاول انت بتقارن بثري شوت قيمته كام؟ اثنين يعني ايه بقارن بثري شوت قيمته اثنين؟ يعني لو القيمه بتاعت النت كانت اكبر من او بتساوي ثري شوت فالناتج بتاعك بواحد لو كانت اصغر من ثري شوت يبقى الناتج بتاعك بصفر اصغر ولا اكبر؟ اصغر اصغر ولا اكبر يساوي يتساوي يبقى ففعلا طلعت واحد ابقى مين؟ اكس واحد اكس اثنين طب تعالى لو ده كومبلمنت هو انت ده زي ده ولا كومبلمنت؟ كومبلمنت صح؟ حط ده بسالب واحد تمام والثري شوت بتاعك بصفر يبقى لو انت عايز يبقى انا عندي دلوقتي حاجتين لو انت عايز الاكس تطلع لك هي هنا اكس حط الدنيا يبقى حط الويت بواحد اهو والثري شولد بتاعك انتهى بواحد لو انت عايز الاكس دي تطلع لك اكس كومبلمنت حط الويت بتاعك بسالب واحد وحط الثري شولد بتاعك بسالب لو انت بتعمل عمليه ان فالثري شولد التوتال جمع الثري شولد لو انت بتعمل عمليه اور فخد اقل من قيمه الثري شولد بتاعك ده المقارنات اللي لو انت عندك احمد هنا وعايز يطلع احمد كومبلمنت يعني ايه؟ يعني عندك اكس واحد اكس اثنين كومبلمنت وعايزها تطلع اكس واحد اكس اثنين كومبلمنت لكل كومبلمنت اي وات ايفر اي حاجه يعني عندك اكس او احمد وعايز يطلع كومبلمنت الجهه الثانيه حط حط كام؟ سالب واحد صفر عايز يطلع هو هو حط واحد واحد بتعمل عمليه اند ما بين الانبوتس وبعضها تمام جمع الثري شورت بتعمل عمليه اور خد اقل من الثري شورت وصلت وبالتالي يبقى ده خلاص يبقى ده كومبلمنت يبقى سالب 1 0 ده انا عايزه زي ما هو يبقى 1 1 انا عمليه اند جمع الثري شورت يبقى ده 1 عايز تتاكد تعالى اتاكد يبقى اصبحت ده كده خلاص ده النيورال اللي هتعملها دي كده تعالى نتاكد ان هي هتعمل كده مظبوط هنا بقى الاكس 1 اكس 2 عملنا الاحتمالات بتاعتك النت بتاعك عباره عن سالب 1 اكس 1 بلس اكس 2 يعني ده سالب اكس 1 سالب اكس 2 طلع لي كده القيمه بتاعتك هتبقى كام؟ يبقى ده ناقص ده يبقى بصفر ده ناقص ده يبقى 1 ده ناقص ده سالب 1 ده ناقص ده يبقى كام؟ بصفر بتقارن بمين؟ يعني لو كان اكبر من او بيساوي 1 فالناتج بتاعك 1 اقل من 1 يبقى الناتج بتاعك كام؟ صفر ان 3 شوط ده اهي صح كده؟ اكبر من 1 ولا اصغر؟ اصغر يبقى صفر اكبر من 1 ولا اصغر؟ بيساويه يبقى الناتج هنا ب 1 اصغر يبقى صفر اصغر يبقى مين يبقى صفر طلع واحد فين هنا هنا اللي هو مين اكس واحد كومبلمنت اكس اثنين ما فاهم اكس واحد كومبلمنت اكس اثنين اللي انا عايزه وصلت تمام طيب لو انا عايز اعمل
حاجه زي كده اكس 1 كومبلمنت اور اكس 2 اور اكس 3 كومبلمنت. اكتر من عمليه دول ثلاثه هي عمليه اور صح ولا اكتر من عمليه؟ هي اور واحده بس هي اور ده اور ده اور ده اور واحده صح؟ هو نيون واحد برضه بس داخل له اكس 1 وداخل له اكس 2 وداخل له اكس 3. اكس 1 انا عايزها كومبلمنت يبقى سالب 1، اكس 2 عايزها زي ما هي تبقى 1 1، اكس 3 عايزها كومبلمنت يبقى سالب 1 كام؟ سالب 1 سالب. هو انت بتعمل عمليه اور ولا اند؟ اور. لو عمليه اند جمع الثري شورت، لو عمليه اور خد اقل ثري شورت اللي عندك. فهي اور يبقى اقل ثري شورت يبقى كام؟ يبقى سالب. عايز تتاكد اعمل الكروس ليبل بتاعك. ده العرب اكس 1 كومبلمنت واكس 2 واكس 3 وصلت؟ طفى شويه. لو انا عايز اعمل بقى هنفكر بقى القصه دي كبيره بقى اقعد نعمل شويه كده. تعالى هنا الاكس 1 انت عايز يكون زي ما يطلع سواء هو ولا كومبلمنت؟
زي ما هو يبقى واحد بواحد. طب والاكس 2 عايز تطلع سالب هي ولا كومبلمنت؟ كومبلمنت يبقى سالب 1-0. اند ولا اور؟ اند. جمع اكشن يبقى واحد. طبعا كل الكلام ده بقى بتشيله خلاص ما عادش له لازمه. طيب بعد كده انت عايز بقى ايه اللي يطلع هنا؟ يعني انت طلعت دي وطلعت دي، انت عايز ايه اللي يطلع هنا؟ هي دي انت عايزها زي ما هي ولا عايزها كل كومبلمنت هنا؟ زي ما هي ولا كل كومبلمنت؟ زي ما هي يبقى واحد واحد. طب ودي عايزها زي ما هي ولا كل كومبلمنت؟ زي ما هي يبقى واحد واحد. طب تعمل عمليه كور ولا ان؟ كور. يبقى خد اعمل فيه شورت يبقى واحد. وبالتالي فالاكس وور بقت مالتي لايرز. طيب مالتي لاير. عشان فيها زبير واحد وزبير واحد. انما عمليه الاند كان هو نيرون واحد اللي بيعملها فلير واحد سنتر لير. يبقى الاند والاور سنتر لير وبالتالي بنسميها حاجه اسمها لينير سيجرام. لينير سيجرام يعني اقدر افصل ما بين عمليات الاند بخط واحد بس. انما الاكس وور لينير نون سيجرام. يعني ايه وضع؟ تعال هنا كده. لو انا عايز اعمل عمليه اند مثلا، ايه الاند زي الاول بالظبط؟ ده اكس 1 وده اكس 2. 0 1 0 1 0 2 1 2. الاوتبوت بتاع الاند كام؟ ده 0 0 0 وده 1 صح؟ مش ده الاوتبوت بتاع الاند؟ اه. الانبوتس لما دخلت دي او دي او دي طلع الاوتبوتس شبه بعضه صح؟ يعني ده كانها كلاس رقم واحد ممكن اقول بالرمز ده بس. بس الانبوت لما دخل ده طلع او مختلف عن القديم فده كلاس تاني صح؟ وبالتالي فانا ممكن اقول بالرمز الرابع. يعني لو انا رسمت كده جراف كده على الاكس 1 اكس 2 كده، لو كان الاكس 1 والاكس 2 0 و0 اللي هي النقطه دي فهو هيطلع لك مربع دايره، ولو كانت 0 و1 يعني هنا 0 وهنا 1 فبرضه دايره، ولو كانت واحد وصفر فبرضه دايره. انما لو كانت واحد وواحد فهيطلع مين؟ مربع. يعني الواحد وواحد هيطلع مربع. هو انت تقدر تفصل ما بين الاثنين كلاس ده خط واحد؟ عشان كده اتعمل بنيرون واحد. ليه؟ ده اسمها لينير سيجرام. اقدر افصل ما بين التو كلاس بكام؟ خط لينير. خط لينير يعني نيرون اصلا، يعني الخط بيبقى مين؟ بيبقى نيرون. وصل كده؟ يبقى عشان كده الاند اتعملت بنيرون واحد، والاور برضه زيها نفس القصه، تمام؟ طيب انما لو جيت تعمل الاكس وور، تعالى كده شوف الاكس وور كده. لما تيجي تعمل الاكس وور فبتقول اكس 1 اكس 2 وانت عايز تطلع الاول بتاع الاكس وور، فبتقول ده 0 1 0 1 0 1 2. خلي الاكس وور هنا كام؟ 0 وهنا 1 وهنا 1 وهنا 0 صح كده؟ هم لو مختلفين يبقى بواحد لو متشابهين يبقى 0 بتوع فين؟ ده معناه ان هو ده كلاس وده نفس الكلاس. يعني لو عملته ده دوائر يبقى ده دوائر دوائر، والاثنين دول هيطلعوا لي كلاس لوحده هنسميه مربعات بس. يبقى الاثنين دول دوائر ودول مثلا مربعات. تعالى كده اعمل لك بنعمل كده على اكس 1 اكس 2 عند 0 و0 جاي 0 و0 جاي عند 0 و1 مربع 0 و1 مربع عند 1 و0 مربع عند واحد وواحد ده. تقدر تفصل ما بين التو كلاسز دي بخط واحد؟ لا، لازم على اليمين على اليمين خطين، اما خط كده وخط كده تمام؟ ويبقى ده بدل اهو صح؟ ويجي النيورال يقول بقى بعد كده هو انا جوه ولا بره؟ يعني جوه الخطين ولا بره الخطين؟ فالخط ده والخط ده هو معادله الاثنين نيورون دول. يرد عمل خط ويرد عمل الخط الثاني. طب مين اللي هيقول بقى انا جوه ولا بره؟ الكلاس بتاعي هو اللي جوه ما بين الخطين ولا اللي بره بين الخطين؟ اللي يرد يبقى هياخد ديسيشن هو اليورو الاول. وصلت؟ يعني يقول لك انا في كلاس واحد، يعني نسيت مثلا كلاس واحد ودول كده كلاس اثنين، فيقول لك انا جوه الخطين ولا بره الخطين؟ يبقى ده النيورون الثالث اللي هو اللي هياخد ديسيشن ده كلير اللي بعد كده. وصلت كده؟ عشان كده بنسميها نانس. ان الاكس وور ما ينفعش افصل ما بينها بخط واحد، وبالتالي ما اقدرش اعمل لها كومبلمنت نيورون واحد. لما كده لو عملناها معناها مين؟ مالتي. يبقى حل الاكس وور بتاعك اما انك تستخدم فانكشن نون لينير. يعني ايه فانكشن نون لينير؟ يعني انا ممكن اجيب لك فانكشن نون لينير بالشكل ده كده. وصل كده اللي هي تعمل لك فكره. فانكشن نون لينير. او ان انا احولها لمالتي لينير يبقى اكتر من لير،
ليه حولتها للمالتريال؟ لان حولتها لجيتس لوجيك جيتس اقدر اعملها بلينير سيرفر. حولت لك الاس او لمين؟ لاندو عمليه او صح؟ والاندو والاور اقدر اعملهم بلينير سيرفر ونجمعهم كلهم على بعض. لو عملت الان وجمعتهم على بعض الكور بتاعتهم وصل كده؟ يبقى كاني حولت الفانكشن اللي ما اقدرش اعملها بلينير سيرفر لفانكشن اقدر اعملها بلينير سيرفر وتتجمع كلها على بعضها. هو حولتها الاند اوفر هنا انسوا بقى اللينير سيرفر والنون لينير سيرفر تمام؟ نمرق اصلا نكمل الحل. شوف بقى كده ده الانبوت صح؟ ركز فيها معايا ده الانبوت صح؟ لو فرضت ان الانبوت ده عند مرحله كيو ايوه الاوتبوت ده هيطلع عند مرحله كام؟ كيو بلس 20 صح كده؟ هيدخل كانبوت للمرحله اللي بعد كده صح؟ يعني النيرون ده الانبوت بتاعه كيو بلس 1 والاوتبوت بتاعه كيو بلس 1 يعني الكيو ده كانها هي مرحله دخول الانبوت ده. لو انا الانبوت دخل على النيرون عند كي فالاول بيطلع كي بلس 1 لو دخل كي بلس 1 بيطلع كي بلس 2 وهكذا. هي دي الكيهات اللي انا عملتها. فلما اقول لك هنا او كي بلس 1 يبقى انت عندك كم نيرون؟ واحد. هو نيرون واحد صح كده؟ الانبوتس كلها داخله من البدايه اهي عند الكي ادى الاكس 1 وادى الاكس 2 وهو هيطلع عند الكي بلس 1 ده كومبلمنت يبقى سالب 1 0 ده عادي يبقى 1 1 اند يبقى جمع 3 شورت ويبقى ده النيرون اللي انزل عند كده النيرون ده كام بلس 2 يبقى انا محتاج كام نيرون؟ 2 نيرون لان ده كي بلس 1 كي بلس 2 صح كده؟ طيب الانبوتس ده داخل عند كي ولا داخل عند كي بلس 1؟ عند كي عند كي يعني داخل على النيرون الاولاني ده كده اهو هذا الاكس 1 وهذا الاكس 2 الاكس 1 ده كومبلمنت يبقى سالب 1 0 الاكس 2 ده زي ما هو يبقى 1 1 بعمل عمليه اند يبقى جمع 3 شو انا طلعت هنا اكس 1 كومبلمنت اكس 2 بس مش ده الاوتبوت ده الراجل قال لك ان الاوتبوت ده عند المرحله الثانيه ده معناه ان انا هجيب نيرون واصفه يعمل ترانسفير بس هو انت عايز دي كومبلمنت؟ مش تعمل حاجه انت عايز اللي هنا هي هي اللي تطلع يبقى وظيفه النيرون ده ايه؟ ترانسفير بس اللي هو حط واحد هنا وحط واحد هنا ينقل ويطلعه زي ما هو مفيش حاجه وصل كده؟ لان الراجل قال ان عايز الاوت عند كيب بس مش عايزه عند كيب بس فوظيفته ان انا بعمل مين؟ مرحله ترانسفير بس. طب هنا؟ يلا ده عند كي وده عند كي بس وده عند كي بس وده عند كام نيرون؟ نيرون ماشي طيب دول داخلين على الكي داخلين على النيرون الاولاني ده اكس 1 وده اكس 2 ده اكس 1 يبقى 1 1 ده اكس 2 كومبلمنت يبقى سالب 1 0 عمليه اند يبقى بجمع الفيشن يبقى انا طلعت هنا اكس 1 اكس 2 كومبلمنت انا اللي انا طلعته هنا دي كام؟ ماشي طيب هنا ده مين؟ داخل عند مرحلة كام؟ يعني داخل على النيرون ده، يعني الاكس 3 ده هيدخل على النيرون ده مباشرة. هو كومبلمنت ولا عادي؟ عادي يبقى واحد واحد. طب وده؟ انت عايزه كومبلمنت ولا من غير كومبلمنت؟ كومبلمنت يبقى سالب 1 0. انت بتعمل عملية اور ولا اند؟ اور يبقى اقل في شوط اللي هو الصفر. تمام؟ لا شبيهة من فوق يعني ايه النمبر ده؟ 2 يورو ده اكس 1 وده اكس 2 والاكس 3 داخل عند المرحلة اللي بعد كده اهي ده زي ما هو يبقى 1 1 ده زي ما هو يبقى 1 1 بعمل 4 يبقى مين اللي هياخد اقل في شوط الواحد؟ انا طلعت كده اكس 1 4 اكس 2 بس انا محتاج اعمل لها كومبلمنت يبقى اصبح كام؟ سالب 1 0 وده كمان يتعمل له كومبلمنت يبقى سالب 1 0 بعمل عمليه ان يبقى جاب 3 شهور وصلت؟
هنا نفس القصة نفس الحاجة بس هنا بقى مين بنفس القصة ده أور تمام ده عملية أور أند العملية دي صح بس دي داخلة على الديكيت ودي داخلة كمان على الديكيت يبقى اضطرح تاني يوم يعمل دي وفي نفس الوقت بلد يوم يعمل دي يبقى اليوم تاني يعمل نفس القصة ده كده اكس واحد اكس اندر اكس اندر اكس اندر ده اور ده وده يعمل اور مع ده كده او مش كده يبقى ده واحد 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 اور يبقى اخد اقل دي شورت هنا نفس القصه واحد واحد اور يبقى اقل حاجه تمام يبقى انا طلعت هنا اكس واحد اور اكس اثنين وهنا طلعت اكس اكس اندر اور اكس اربعه بس انا ده محتاج اعمله مين؟ كومبليمنت صح يبقى هدخلهم على نيرون وبعد كده كومبليمنت اند مع ده يبقى هجيب نيرون اهو يعمل ده يفضل زي ما هو يبقى واحد واحد وده عايزه يبقى كومبليمنت يبقى سالب واحد ايه ده يبقى سالب واحد صفر وعمليه اند اللي هجمع الثري شورت يبقى كام؟ يبقى واحد وبعد كده ده المفروض ده عندي كين ده كين بلس 1 سوري كين بلس 1 ده كي بلس 2 بس انا عايز عندي كام؟ بلس 3 بلس 3 بحط واحد هنا يبقى ده كي بلس 3 هنا لان دي مرحله 3 ده كي بلس 1 ده كي بلس 2 ده كي بلس 3 وصل كده فيها مشكله؟ تمام؟ كان ممكن واحد يقول لي طالما هو رابطني بكي بلس 3 يعني فاتح لي المكان كنت ممكن اعمل لك كومبلمنت ده على الجروب الواحد واخد النيورون ده خارج النيورون على النيورون تاني بعد كده بقى وصل كده؟ قصدي؟ هو سبب ده مشكلة الحاجات دي تمام؟ يبقى ده كده لو انا اديت لك اللوجيك ديتس وقلت لك اعمل لي طب لو انت عكس بقى لو انا رسمت لك النيتورك الاصغر وقلت لك اعمل الفانكشن هو عشان هي المفروض اصلا محتاجه بس فيديو يعني كده كان حاجه لان هو قال لي اوكي بس فسد زود لي واحد زياده على الشرطه سميت النظام فخلاص طالما زود لي واحد اقدر اعملها بقى يعني كان ممكن الكومبلمنت ده اعملها النيورون عند النيورون الواحد في المرحلة الثانية المرحلة الثانية كانت هي كومبلمنت واخد خد كده مع خد القديمة دي في المرحلة الثانية وصل كده يعني عارف اللي هو زي هو سلك سلك ستيب زيادة سلك ستيب زيادة خلاص راح بقى في الدروس ويبقى الأخيرة دي بقى اللي هيخش على المكان فده ستيب ده كين بلس 1 وكين بلس 2 وكين بلس 3 الله ربنا يوصل كده ان انا كان ممكن تختصر ايام من كده اللي هو اليوم اللي انا كنت عمال كده في الاول وده كان وظيفته في التسفير عشان هو دكتور حل بتاعك ده الرابع ايه؟ عشان كده اكس 1 واكس 2 هيدخلوا على اهو اكس 1 واكس 2 دخلوا بكم بس ما طلعوش كلهم انا خلصت دول خلاص ماشي من اول كلمة سوان بقى لحد كلمة سنين يلعب براحتك بس مش هيبقى نفسهم هم الاثنين يعني هم الاثنين مش هيبقوا نفس الكيس يعني ايه نفس الكيس؟ هو ده خلاص مش خلاص ده معناه ان ده هيدخل على التكيه وده هيدخل على التكيه وده هيدخل على التكيه وده هيدخل على التكيه ما كلهم دخلوا على التكيه اشتغل مرحلة الكيس كلهم دخلوا على التكيه طب بعد كده براحتك انت عيش حياتك بس طلع لي الاول التكيه بس بس فالنيرونز اللي في النص ده براحتك انت عايز تحط زي ما انت عايز بس تعمل على كام؟ على ثلاث خطوات دلوقتي هي كانت تنفع تعمل على خطوتين وخلاص لو انت الحل الاولاني اللي احنا عملناه هو ده الحل الوحيد انما طالما سالها كان ممكن اخلي لك المرحله دي يعملها في مرحله واحده وناتج المرحله دي مع المرحله القديمه بتاعت دي تخش هي المرحله الثالثه وصلت؟ كان هنا عندي رقم لو انا اديت لك ده انا اديت لك الفانكشن وقلت لك اعمل لي النيورال نت لو اديت لك اعمل لي الفانكشن دي النيورال نت اعمل لي دي النيورال نت طب لو انا اديت لك النيورال قلت لك هي النيورال اصلا بتعمل فانكشن يعني رسمت لك نيورال زي دي كده
تيجي انت عندك كام انبوت؟ ثلاثة. حتى لو كان انبوت داخل المرحلة الثالثة دي ده برضه انبوت يعني لو كان اكس لو كان عندي اكس 4 هنا وداخل هنا كده ده عندي كام انبوت؟ أربعة. فأروح أعمل جميع احتمالات الانبوتس بتاعت النيورال نتورك كلها. وصل كده؟ عشان ما نطبقهاش بس بروس نيورال ونشيل ده كده. أنا عندي ثلاثة انبوتس اللي هي الاكسات عندي ثلاث اكسات في النيورال كلها. يبقى معناها انا عندي اكس 1 اكس 2 اكس 3 اعملوا الاحتمالات بتاعتها يبقى ده 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 4 اصفار 4 1 وتيجي تمسك نيرون نيرون سمي ده نيرون رقم 1 ده نيرون رقم 2 ده نيرون رقم 3 طبعا من الانبوتس والتداخل كان بمراحل تنشط شيء نشتغل على النيرون الاولاني ده هات النت 1 وبعد كده احسب لي الاو واحد وبعد كده هات لي النت 2 واحسب لي الاو 2 وبعد كده اشتغل على النيرون الاخير هات لي النت 3 وطلع لي بقى الاوتبوت فنت 1 عباره عن ده في ده بلس ده في ده بلس ده في ده يعني عباره عن سالب اكس 1 بلس الاكس 2 بلس 2 في الاكس 3 سالب ده بلس 2 في ده بلس سالب ده بلس ده بلس 2 في ده يبقى 2 ده بلس ده يبقى 1 ده بلس 2 في ده يبقى 3 سالب ده يبقى اصبح سالب 1 سالب ده بلس ده بلس 2 في ده يبقى 1 سالب ده بلس ده بلس 2 في ده يبقى اصبح 6 سالب ده بلس 2 في ده فاهم قصدي اصلي؟ يبقى ده بلس ده نجيب ده مين؟ بعد كده قارن بالثري شوت بتاعها او الثري شوت بتاعها كام؟ يعني اكبر من او بيساوي 2 بواحد اقل من بصفر يبقى الاول واحد ده هيبقى بصفر واحد صفر واحد صفر 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 واحد وده مرة تكتر عشان ايه شوت بعد كام اثنين؟ اهو قارنت مين؟ طيب اللي عملته على ده هعمله على ده نت 2 عباره عن كام؟ سالب 2 اكس 1 زائد 3 اكس 2 زائد 4 اكس 3 وتشتغل ده تقول له وتبدا تحط له بص وبعد ما تطلع تروح تقارن بالفري شوت كام؟ 3 تروح مطلع الاول 2 خش على المرحله بعد كده نت 3 عباره عن كام؟ سالب او 1 هو ده او 1 وده او 2 صح؟ سالب او 1 براس 2 فوق او 1 اللي انت حسبته او 2 اللي انت حسبته يبقى ده سالب واجمع عليه 2 زي ده يعني 2 و 2 اهو الكلام ده يصير 1 وطلع القيمه بتاعته وبعد كده قارنها بمين؟ الثري شورت بالنسبه لي شوف بقى طلعت واحد فين هي دي بقى الام يعني انت طلعت واحد هنا روح روح شوف طلعت واحد فين هنا لقيت طلعت واحد هنا يبقى واحد هنا يبقى معناها ان الفانكشن اللي كانت بتطلع بتعمل اكس 1 كومبلمنت اكس 2 اكس 3 اور اكس 1 اكس 2 كومبلمنت اكس 3 طبعا لو طلعت لك اكتر من واحد طلعهم عادي طبعا ما تختصرش عادي انت مش عايزين تختصر المفروض اصلا يعني بعد ما اعمل بروس تيبل وطلع لي اكتر من واحد بختصر على الطريق 100 تقريبا 100 بس مش هحتاج بقى الاختصار يعني طلعها وخلاص اللي هي اختصار بس في الاصل بختصرها عشان اطلعها هي بتعمل فانكشن ايه بالظبط كسر ست بالظبط مش ان هي مفتوحه كده وصل كده؟ ايه؟ انا مش خش على في النهاية بقى هو ده الأول صح؟ اللي طلع أول واحد بقى، ده أول واحد، ده أول واحد، خلاص طلع واحد إمتى؟
4 ضرب 1 يبدا 4 ضرب 1 يبدا وهكذا. هنا النتورك بيكفر وانا بطلع فمش بعمل عكس. هنا كنت بديلك الفانكشن وهو بيحكي لي اليوم هو ده النور اللي هي كحله فمش